فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن أقول صدق الله العظيم بعد قراءتي للقرآن؟ ما ورد هذا، ولا نقول شيء إلا ما ورد. ولا ورد أن القراءة تختم بقول صدق الله العظيم. الذي ورد أن القراءة تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا السورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، يستحب هذا، إلا سورة براءة فلا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يستحب أن يقرأ القرآن على طهارة، إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، إن كان يقرأ من المصحف فلا بد أن يتوضأ لمس المصحف. وكذلك من آداب تلاوة القرآن حضور القلب والتدبر للقرآن، هذه آداب التلاوة. وليس منها ولا في رواية ولا في حتى في كلام العلماء ما فيه أنه يختم ذلك بصدق الله العظيم، إنما هذه عادة جرى عليها الناس لا دليل عليها. نعم.